الو الو مين معي؟ سيدي ده انت اللي سبت وتاج راسي من فوق. ايه ده؟ في حد يخش كده؟ طريق انت ماشيه كده عكس. انا خلاص مش قادر استحمل اكتر من كده. انا علا. ايوه جارك واللي بيحبك قوي قوي، وانت اكيد حاسه بكده. لا مش صح، انت اللي مستعجل. انا فعلا مستعجل يا نور. هو العمر فيه كام ثانيه بقى؟ بقول لك ايه، انا داوبني الشوق. انا هسكت ومش هرد عليك. طالما هتسكتي بقى يبقى السكوت علامة الرضا يا مجرى العيون، قصدي يا نور العيون. طب يلا عشان ما تفتكيش العربية. بقولك ايه، زي ما بيقولوا بقى في الامثال، جزرة وقطمع جحش. انا هاجي وقابل ابوكي ونتجوز. طب لو راجل عاملها؟ لا ده انا راجل قوي يا بيت، انا راجل قوي يا نور. ها مش عشان عولة يعني، الرجولة مش بالهمزة على فكرة. وبكرة هتشوفي. يلا باي. استنى نور العيون، ما تتأخريش بالليل. ها شبه غير برضو مكسوفة وما بتردش. يا حبيبي عم عمارة، حبيبي سيدي ويصالك. تحب تشربوا حاجة بالبهي؟ انا عايز سهلة. تشرب يا عم عمارة. اطلب يعني؟ حلبة حصى وكرسي معسل تحت امك زغلول. حاضر. اللهم صل على النبي. طمن على الواد. بص لا ما تقلقش عليه، انا سايبه تحت عند البواب بيلعب مع عياله. بس احنا استعجلنا وجينا، احنا حتى ما كلمناش الراجل عشان نستأذنه. يا عم عماره خير البر وعاجله. قال له بقول لك ايه، انا عايزك بقى ما تدوسش علينا، يعني التقيل عليهم والخفيف علينا. شكلك كده مالي ايدك من البنت قوي. قوي ده هي اللي طلبت. وقالت لي لو راجل تعال اعملها، وكانت مشغله لي اغنيه سيدي وصالك بتاعت بهاء سلطان. سيدي وصالك؟ لا 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 لا. يبقى المفروض انا اتقل شويه. لا شويه ايه، ده انت تتقل قوي. كان عنيش انا ما بحبش الصفرة، وعايزين بقى الشبكه تبقى دبلتين ومحبس عيار 18. ده الذهب ولع. ماشي. وبالنسبه للاطفال انا بقول ناجل الموضوع ده شويه، ولسه المستقبل قدامنا بقى كتير. ويا عين العقل على بركه الله الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه يا سيدي، ما انا قلت لك كل حاجه تبقى زي ما هي، ما انا ما غلطتش. طيب يا عم. امين يا عم. صدق الله العظيم. الحمد لله الحمد لله. اهلا وسهلا. هو انت يا حقير يا غبي؟ ايه ده؟ هو انت ابو العروسه؟ عروسه مين يا كلب؟ الله، طب ما دام طلعنا معارف كده يبقى مش هتسالوا علينا. وانت مين يا جربوع انت كمان؟ ده عم عماره. بقول لحضرتك يا عم مختار. اطلع بره. عم مختار احنا نهدى بس كده وننسى اللي فات ده احنا هنبقى نسايب. اطلع بره. طلع هو اطلع بره. كلكم كلكم مين؟ ده احنا اتنين بس. لا اطلع بره بدل ما اجيب البوليس. ليه تدخلوا حد غريب بينكم؟ خلي زيتكم في ايديكم. زيت ايه ودقيق ايه وزفت بره؟ ايه بره. خلي بالك يا عم مختار، خلي بالك انا بحب بنتك نور وهي بتحبني. ها يعني ممكن نهرب ونتجوز مع بعضينا كده بعيد، ونخلف بقى عيل صغير زي القمر، وتتحرم من كلمه جدو جيني جه. جدو جيني جه. هو مين اللي جه يا كلب؟ مين اللي جه؟ ايه ده؟ في ايه بره؟ في ايه يا بابا؟ في ايه؟ مالك؟ في قله ادب يا هانم، في قله ادب. لا امال ايه سيدي وصالك؟ ولو راجل تعالى شوف يا ابوك الراجل الشايب العايب بيعمل فينا. شايب عايب ايه؟ اطلع بره يا كلب. بره. ماشي. مش عايز اشوف وشك هنا. وكمان ربنا يسامحك.